الكاتب والمحلل السياسي السيد هلال العبيدي من باريس ينضم إلي عبر سكايب. أهلا بك يا سيد هلال. أولا يعني مسألة أن فرص أو احتمالات بالأحرى الصراع والتوتر العسكري قد تضاءلت، إلى أي مدى هي واقعية في ظل؟ لم تتضاءل فرص الاحتمال لشوف حرب في منطقة الخليج، بل تصاعدت هذه الفرص. خصوصا نرى أن تحييد الإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة من هذا الصراع وفتح الباب مع الجانب الإيراني هو تقليص حجم لمساحة الردود المحتملة من قبل إيران على منطقة الخليج العربي والدول العربية. لذلك هناك احتمال كبير أنه تذهب هذه الأزمة نحو صراع مفتوح ومعلن مع الجانب الإيراني بين دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واحتمال تكوين حلف يضم حتى أوروبا لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي، وخصوصا من الجانب المسيطر عليه من قبل إيران وهو مضيق هرمز. لكن سيد هلال، مع ذلك ومع هذه التوقعات، الدول الأساسية الشريكة في الاتفاق النووي ويعني الدول الأوروبية تحديدا ألمانيا وفرنسا ترفض المشاركة في مثل هذا التحالف. بومبي واثق بأن بلاده قادرة على بناء هذا التحالف، لكن هل هناك مصلحة بالفعل للولايات المتحدة بالمضي قدما في مثل هذا التحالف؟ نعم، مصلحة الولايات المتحدة تأتي يعني كما أعلنها وزير الخارجية مايك بومبيو. هناك 12 شرط وضعتها الإدارة الأمريكية على إيران لتطبيقها. يعني بعض هذه الشروط تتعلق بالاتفاق النووي السابق وقدرات إيران في تطوير الصواريخ الفالستية ضمن برنامجها لتطوير الصواريخ الفالستية، وأيضا سحب القوات والتدخلات الإيرانية من بعض دول المنطقة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. لذلك هناك مصلحة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية في إعطاء العالم هذا الانطباع أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي سيدة العالم وهي التي تتحكم في شؤون الدول، وأي مبادرة أو أي تصرف يعكس يعني يطرح عكس هذا الشيء سيكون مردوده سلبي ليس فقط على اسم أو سمعة الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى عسكرية في العالم، ولكن حتى على إعادة في مواقع أخرى في العالم وفي صراعات أخرى. الولايات المتحدة الآن باتت تتراجع مع يعني ضرورة تثبيت هذا الانطباع عسكريا تحديدا في سوريا في أفغانستان. هناك يعني سحب للقوات، دعم لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا. لماذا تريد الولايات المتحدة، لو افترضنا أن يعني ما تقوله هو التوجه الأمريكي، لماذا تريد ذلك في إيران، يعني هذا التوجه العسكري أو هذا الموقف؟ يعني أنا أرى أن تهدئة الجبهات الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو تحسباً لتصعيد جبهة إيران. هذا أيضاً مؤشر أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى التصعيد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، يعني كما حصل في العراق في عام 2003 أتت بمفردها وخارج إطار الأمم المتحدة وكانت مع حليفتها بريطانيا. الولايات المتحدة تريد حجم دولي أكبر في هذه المرة. لها مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في التصعيد. يعني هنا مؤشر خطير أنه هدأت بقية الجبهات لتحشيد على جبهة إيران. طيب سؤال أخير سيد هلال، لو يعني تحدثنا عن الناقلة التي يقول الحرس الثوري الإيراني إنه احتجزها، ناقلة أجنبية، ما من تفاصيل كثيرة، لكن احتجزها يوم الأربعاء الماضي، اليوم يعلن عن هذه الناقلة، ما الهدف من توقيت الإعلان ومن الاحتجاز بحد ذاته؟ يعني هذه الناقلة بصراحة تفاجأنا جميعا كمتابعين ومحللين حول وجود ناقلة مختطفة لم تعلن أي جهة عن ملكيتها حتى أعلنت إيران. يعني الظاهر أن هناك حرب استخباراتية بين يعني حرب الناقلات، أنه الناقلة عندما تحتجز لا أحد يدعي ملكيتها، كأن ترفع علم بنما أو ترفع علم أي دولة من دول الساحل الغربي، يعني ترفع أعلام دول
بريطانيا، يعني هذه الدول التي تسمح أو تعطي قوانينها حق رفع الأعلام. لذلك هذه الناقلة يعني قضيتها غريبة. وهنا أيضا التفسير يأتي أنها كانت تهرب شحنات النفط الإيراني. لماذا لا يتم منع هذه الشحنات من السواحل الإيرانية نفسها؟ أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، وقد حدثني من